ما هو يأتي من دماج، إيش دماج ماذا فيها يعني؟ كل من جاءها ولا مر عليها صار سنيا سلفيا. في عهد مقبل ما كانت كذلك. كذلك نحن كنا إذا جاءنا رجل في أيام الشيخ مقبل من دماج نوعا ما لا نسيء الظن فيه، لأننا نعرف موقف الشيخ رحمه الله سابقا من بلد التوحيد والسنة وبلادنا هذه، صحيح؟ نعم يا أخوان. رجل صالح تاب قبل أن يموت بشهرين، كما كل من جاءنا كان من دماجنا على أنه سني، كلهم قد نظن أن الناس هكذا أفكارها، متأثرة بشيخها أنهم خوارج بهذا الفكر، متأثرة بشيخها أنهم خوارج بهذا الفكر. سبحانك هذا بهتان عظيم. خير. هذه سجلتموها؟ سجلتموا هذه المكالمة؟ نعم شيخنا سجلنا. يكون بينكم فقط هذا، ما تخرج إلى غيركم. طيب شيخنا. نعم ولا يشاع بارك الله فيكم ولا يخرج. طيب. الذي استمع يكفي. نعم بارك الله فيكم. إنما النجوى من الشيطان ليحزن الذين آمنوا وليس بضارهم شيئا إلا بإذن الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون.